السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مشاهدين الأكارم بالخير والمحبة في حلقة أخرى من برنامج سنابل الخير. هذا البرنامج الذي نفتح فيه آفاق وآفاق للكثير من الحالات التي يتم عرضها لكم في البرنامج فقط للدعم والمساعدة، لأننا نحاول قدر الإمكان أن نزرع لهم الابتسامة والأمل من جديد. حالة اليوم مع الخالة نرجس التي تعاني من انسداد في الشرايين وبحاجة لعملية لقلب مفتوح في أسرع وقت ممكن. لمعرفة تفاصيل القصة ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، الإنسان دائما يحلم بالسعادة، وخاصة أن يكون قلبه وعقله بخير، لكن في حال أن القلب تأثر بمؤثرات صحية لا يستطيع التحمل، هنا تكون الكارثة. اليوم نحن في منزل الخالة نرجس نتعرف أكثر عن معاناتها مع المرض. كيف حالك؟ الحمد لله يا أختي. الحمد لله. إيش تقربي للمريضة؟ أنا ابنتها. كم معكم أخوان؟ أنا وأخي فقط. أنت من أي محافظة؟ أنا يعني من عدن. من عدن. وين تحديدا يعني بعدن؟ كريتر. عايشين في صنعاء، كم لكم هنا في صنعاء؟ لنا 27 سنة. ما شاء الله. طيب إيش سبب أنكم عايشين هنا كذا استقرار زمان؟ أبوك كان يشتغل أو شيء؟ الوالد كان يشتغل هنا ونقل إحنا لهنا. الله يوفقكم يا رب ويسعدكم. طيب كلمينا أكثر عن وضعكم الاجتماعي، أنتم اثنين أخوان، أنت متزوجة، أخوك يدرس وكذا. أيوة الحمد لله أنا متزوجة وأخي يدرس. كانت أمي مسكينة، كانت تحصل من هنا ومن هنا وكانت تدرسة، بس لما نورضت وقلت لها القلطة حق القلب هذه خلاص اطرحت، ما عاد قدرت تخرج. الحياة أصغر من أن نضعها في حزن طويل لا ينتهي، والحزن المطلق مستحيل كما هو حال الفرح المطلق، لذا تختلف الأقدار بمشيئة الله في تناغم أحداثها بين البشر. قصة اليوم مع الخالة نرجس وأولادها في عدن كانت حياتهم إلى أن انتقلوا إلى أمانة العاصمة صنعاء قبل 25 عام. والله يا بنتي هذا المرض جالي فجأة، ما دريت نفسي إلا ما كان ماسك لي عصبة. كنت أقول له أبو بكر عصبة يا أبو بكر ماسكاني، تصل لأختها كان يجي أموت، أنا يجي أموت شلني. تصل لأختها عمتها، تصل لأختها قل لها تعالي جي أمي شتموت علينا، شدني ما دريت نفسي يعني فين، ما سعفوني مكان لبنتي مسكينة الله يستر عليها ويحفظها. بعدين بنتي ما قدرش تكلم من قلبي، ويعني النوم هذا ما رقدش في الليل، أجي الصيح من بطن من قلبي من رجولي ويدوتي ويعوني بين يدي هذه محسهاش، من هنا من فوق محسهاش، وهذا الدهان حقي حق رجولي من ركبي يصروا علي صرور. أنا اشتري من فندق علي مرة لكن ما أجا من عنده مقبول أرحم الراحمين. الحمد لله على كل حال يا بنتي. طيب بالنسبة للأدوية كم تكلف شهريا؟ كل شهر 41,000. أنا اللي فاعل خير يشتروا لي بعض الأحيان، وبعض الأحيان اللي يهبوا لي الناس اشتري منها يا بنتي. أنا لي شهرين على ما مرض، أنا ليش كتير لي إلا شهرين أجالي كذا فجأة القلب حقي. أنا أربنا زوجي مات. بدأ الألم يغزو جسد الخالة نرجس منذ فترة في يدها ورقبتها، وكان يعتقد أنها مصابة بعصبة في ذلك الوقت، لكن بعد الفحص الطبي اتضح إصابتها بانسداد في الشرايين واحتياجها لعملية قلب مفتوح تقدر قيمتها $8,000 في أحد مشافي العاصمة صنعاء. تصلي أخي فجأة كذا، صلي قال لي أمي تبكين وتشكي من يدها اليسار،
رحت لعندهم فجأة يوم تقول لي يدي اليسار ما أقدر أتنفس. أخذناها للمستشفى قالوا طوري دكتور قلب. أخذناها عند دكتور القلب قال هذه يحتاج لها عملية قسطرة، احتمال أنها تفتهن. طرحوها في العناية المركزة، عملوا لها عملية قسطرة، قالوا ما ينفع عملية قسطرة. قلنا له طيب يا دكتور كيف؟ قال احتمال نحن نشوف لو افتهنت حالتها نعمل لها يعني دعامات. تمام. لما شاف الحالة خلاص قال 3 شريان كلهم مسددين، 2 لليسار 1 لليمين اللي يدخل الدم للقلب. قال ما ينفعش خد خلاص الشريان مسدد، الأم ما تقدر تتنفس سواء، عشان كذا بنضطر نحن نفعل عملية قلب مفتوح. وعملية القلب مفتوح يا أختي 8000 دولار، وإحنا كمجهدان إيش بنعمل؟ رحنا طلبنا فاعلين الخير من هنا ومن هنا ومن هنا، اللي جمعت لنا 500000. خلاص ما تقدرنا، كيف نسوي؟ ما باليد حيلة يا أختي، عاجزين. أمنا معانا الله، إحنا يتامى الحمد لله على كل حال. طيب العملية ما كلموكمش مثلا أنه العملية يحتاج أنه السفر للخارج أو يعني هنا بتقام العملية؟ لا لا، قالوا هنا يقدروا يعملوا العملية، يعني ربي أعطانا على نيتنا، لأنه السفر للخارج صعب جدا الحمد لله، بس الدكتور قال يعني قادرين نعملها في اليمن الحمد لله. طيب يعني 8000 دولار من غير يعني الرقود ولا بشكل عام؟ لا 8000 دولار من غير الرقود، من غير الفحوصات، من غير أي شيء طبعا. هذا قيمة العملية فقط. فقط. يعني بتكلف أكثر، يعني ما بتكلفش 8000 دولار مع الرقود والأدوية والفحوصات وهذه الأشياء، بتكون أكثر طبعا. نعم نعم، بتكون أكثر بكثير. كم يعني ما قالوا لكمش؟ ما كلموناش، بس أنا أقول لك الرقود عندهم مكلف جدا لأنه مستشفى خاص، مستشفى ما في له ممتازين في اليمن. إن شاء الله إذا أمك تتعافي وتبقي أحسن بإذن الله، وترجع لكم نور للبيت مثل ما قلت. إن شاء الله بإذن أرحم الراحمين، ربي يطول بعمرها وأنها تفتهن وترجع لنا تنور بيتنا بإذن أرحم الراحمين. الواضح من هذه الحالة أنها كلما تأخرت في إجراء العملية كلما أزدادت حالتها صعوبة. تم إجراء قسطرة طبية لكنها لم تأتي بنتيجة، لذا توجب سرعة إجراء عملية القلب المفتوح لها لإنقاذها من أجلها ومن أجل أولادها. روحنا البيت، رجع الدكتور صرف لنا علاجاتكم، الحمد لله يعني كان هذا الشري لحنا أجواعت فعل غير الشري لحنا علاجات وتستعمل منين ذا الحين، لا ما قالوا ذا دبرت الزلطة عرفوا العملية. تقريبا من لما طلع لهذا المرض كم له يعني أشهر أو سنين؟ المرض شهرين، يعني من أول ما بدأ اليد توجعها وشهرين. طيب لما تشرب الأدوية ترتاح تحس براحة؟ يعني شوية مش ترتاح، يعني نفسيا تهدأ، إنه إذا ما شربتينش تجي تتألم. دكتور يعني قرر العلاجات ولا أمد، يعني لا تتألمش بس إن شاء الله، ودبرنا الزلط نروح نفعل العملية. تنام ولا تجلس صاحي طول الليل؟ بعض الأحيان الحمد لله تنام، بعض الأحيان تألم ما تقدرش تتنفس، يدها توجعها، قلبها كله يعني قلبها كله يوجع. الحمد لله على كل حال. طبعا أنت بتكون يعني مقصر بالمدرسة، مقصر بالأشياء عشان تجلس جنبه، يعني منك جالس جنبه. خلال الشهرين اللي مضوا يعني هل حصل مواقف او انتكاسات لا يعني اثرت عليه وديته لنا المستشفى؟ نعم نعم نعم، حصلت له انتكاسات كثيره، ونوجهها عند المستشفى نفسه ونطلب من الدكتور يعطينا علاجات، ونفس الوقت يعطيها علاجات ومهدئات، وهذا يكلم احنا يقول لنا يا اختي ضروري العمليه باسرع وقت ممكن، لكن احنا ما بيدنا حيله، عشان كذا خرجناها على علاجات، اضطرينا ماش معنا لا حق الرقود ولا معنا حق اي شيء. الحمد لله على كل حال. كان يعني يشتري رقود؟ هم كانوا يشتروا رقود 24 ساعة لما نوفي يعني العملية، لأنه عندهم راحة أحسن، يعطوها علاجات جهاز بالكهرباء تقدر تتنفس سواء، لكن الرقود غالي جدا مكلف، احنا ما بيدنا حيلة، عشان كذا خرج على العلاجات إلى أن نوفي قيمة العملية ونعمل لها العملية. طيب المرض اللي حصل الآن فجأة أو كانت من قبل أعراض تقيلة وما هيش عارفة يعني؟ فجأة يعني أخذ رأسنا يعني جالسين زي كذا وجي المرض فجأة، والشي بدأت وجاء حدها جلس سنة حوالي أخذها حق يو بسمو جو نتغمس لها الداء، بسألت كل مرة زي التألم رجعت سألت عند أختي 3 عالم، يعني كذا فجأة من غير أي، يعني ما كانش في من قبل أي أعراض كذا فجأة، ما فيش. طيب ما فيش مسببات لهذا المرض؟ قالوا البرد وكبر السن فقط.
طيب إذا ما قراش العملية هل في أدوية ممكن تتحسن مع مرور الزمن؟ لا، الدكتور قال إن الشريان مسدد ما تقدرش تنفس، لو كان في أمل يعني كان بدعامات بيعمل لنا قال ضروري عملية قلب مفتوح لأنه مسدد الشريان، والآن شفيه ما تقدر تنفس أبدا إلا تكلم كلمة كلمتين بالغص. الحمد لله يعني ربي حب إحنا خلها هكذا تصمد معانا الحمد لله. الحمد. طيب بالنسبة للفحوصات والأشعة والأشياء هذه تقروا لها بشكل مستمر أو لا؟ الفحوصات يعني مثل ما أقول ليش مكلفة غالية، الفحص الواحد يكون بخمسين باربعين بثلاثين، إحنا فعلنا الله في البداية وبعدها ما قدرنا هنا في الفحوصات البقية إن غاليات مريع الله ما ربي فرجاء ممكن فعل العملية وإن شاء الله ترجع لنا بالسلامة بإذن الله. طيب تدولي أدويته بالوقت المحدد؟ ايه تدولي الحق الأدوية بالوقت المحدد. ما تأخرش يعني نقدنا فاضي للعلاجة ولا حقه واصل جنبه واصل. طيب دراستك تروحها ولا لا؟ من يوم ما جاء المرض بطلت عاد أروحها، من يوم ما جاء المرض بطلت ولا عاد روحتها. يستأذنوا لأصحابي يقولوا له أننا يعني ما عاد أروحش لأن أمي مريضة. ضيق في التنفس وأوجاع في الجسد تضيق بها الدنيا وما فيها، لديها فتاة وولد يحاولون قدر استطاعتهم توفير إيجار المنزل المقدر ب25,000 ريال والذي يتساعد معهم فيه أهل الخير من أجله. اللي جالسة أمي فيه طبعا 25,000. أبوك كم له متوفي؟ أبي له متوفي كان حوالي 10 سنين. طيب مين يدفع لهم إيجار البيت هذه التفاصيل؟ أمي كانت تحصل من أهل الخير لأنها أرملة، كان يعطوها دارين معها الطفل يعني ولدنا إيش قادر على العمل يعطوها من هنا وهنا، كانت تجمع الحمد لله، وأهل الخير كمان يساعدوها يعني أهل الخير الحمد لله. الحمد لله. تشوف أمك بين فترة وفترة ولا يوميا؟ أكيد أشوفها يوميا أني لأنه ما حد ما في معها إلا أني وأخي. زوج الخالة نرجس متوفي، لذا لا يملكون مصدر دخل ثابت، لذا كل ما يرجونه هنا هو إنقاذ حياة الأم وإعادة البسمة لروح هذه الأسرة قبل أن تنطفي، فعلاجها ممكن فقط يحتاجون لمن يتكفل لهم بقيمة إجراء العملية. التنفس ما تقدرش تنفسه، بس التنفس ويدها والقلب يقعها هذا الكل ماسكها ايدها ومع قلبها مع هذا ما تقدرش تنفس، يحتاج لعملية قلب مفتوح بأسرع وقت ممكن. وعملية قلب مفتوح يا أختي تكلف $8,000 وإحنا إيش بيدنا؟ أنا متزوجة ومعي إلا أخي إنسان أرملة، كم بنجيب له؟ أهل الخير ساعدونا جزاهم الله ألف خير 500,000، لأن أتمنى أنهم يساعدونا بالباقي أهل الخير عشان نكمل عملية أمي ترجع لنا بالسلامة وتنور بيتنا. أهل الخير يساعدوني بحق العملية، أفعل العملية مشان أتباخر، ما أشتي أي حاجة من الخير، أشتي حق العملية وعلاجاتي والرقود اللي شرقت فيه، أطلب من الخير إن شاء الله. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله، بس يعني تبقي أحسن ويفاعين الخير إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. أنا أشد أهل الخير إنهم يساعدونا بتكلفة العملية، أتمنى منهم إنهم يساعدونا بتكلفة العملية وإنه نجمع المبلغ كامل نعمل لأمي العملية ويساعدونا، ربنا يحفظهم دنيا وآخرة يا رب، ربنا يحفظ لهم عزاهم قادر يا كريم. إيش رسالتك لفاعلين الخير اللي يشوفون الآن عبر القناة على أساس إنها تتحسن وتكون أكثر يعني صحة؟ بدون نفس الكلام يعني يساعدوا إحنا بهذا الشيء بحق العملية وبدون يشوفوا الذي الوضع. أصدق حزن هو ابتسامة في عين دامعة، والحزن والفرح كالليل والنهار يتتابعان، لكن الأمل يظل بشارة الخير في حياة الجميع. أعزائي المشاهدين، هذه حالة الخالة نرجس التي تعاني الكثير من الآلام والتي تحتاج لعملية قلب مفتوح بأسرع وقت ممكن. للتواصل والدعم يرجى الاتصال على هذه الأرقام 7749850084، والرقم الثاني 7759978401.
وسيتم أيضا عرض هذه الأرقام أسفل الشاشة. لا تنسوا أن تتواصلوا مع الخالة نرجس لأنها في أمس الحاجة إليكم. ننتقل للحالة الثانية لكن بعد الفاصل، ابقوا معنا.